بتوجيهة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية شارع ماجد بن ناصر الماجد النعيمي أحد الطرق الرئيسية في منطقة الرفاع الغربي، وذلك بحضور الوجيه عبد الله بن حمد النعيمي وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والعميد حمد بن علي المري مدير عام مديرية شرطة المحافظة وعدد من أفراد قبيلة النعيم. وأشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة خلال حفل الافتتاح باللفتة الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتسمية أحد الطرق الرئيسية بالمحافظة الجنوبية باسم أحد رجال قبيلة النعيم تخليدا لذكراهم ومواقفهم المشرفة، مؤكدا سموه أن هذه اللفتة الكريمة تجسد معاني الوفاء والتكريم والتقدير تجاه أبناء الوطن وتؤكد الاهتمام الدائم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بتكريم كل من قد قدم خدمات جليلة لمملكة البحرين. وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن التواصل نهج جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، مشددا سموه في الوقت نفسه على أن المحافظة تحرص دائما على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والبقاء عن قرب من المواطنين في جميع المناسبات، وهي مسؤولية تعتبرها المحافظة الجنوبية شرف كبير ومهمة تحرص على أدائها على أكمل وجه. من جانبهم عبر العديد من وجهاء وأعيان قبيلة النعيم عن عظيم شكرهم وامتنانهم لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على هذه اللفتة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته.